Yes, hi there. How are you? السلام عليكم. وعليكم أنا السلام. كويس، how are you؟ I'm fine, thank you. We are a little bit late today, Arabin. Adel, did you study the vocabulary? Yes. Sure. شوف. Okay, let's start. I can. Did Omar and Karim attend any other sessions? عمر وكريم حضروا أي سيشنز معاك يعني؟ كان بيحضروا صباح ومساء، فتقريبا هم الترم ده حولوا صباحي؟ مش متأكد، بقول هم الترم اللي فات كان صباح ومسائي، فهم تقريبا الترم ده حولوا صباحي بس مش متأكد يعني. تمام، يعني أنت بتاخد حاجة صباحي يا لا ما حضروش، بس المساء بصراحة كتير أوي، يعني إيه نحضر الصبح من جديد؟ كتير أوي. الناس وبعدين الطالب الطالب، بيزهق. وبعدين تتشتت، يعني أنت هنا بتاخد حاجات وهنا بتاخد حاجات، بتعمل الواجب بتاع ده ولا بتاع ده ولا بتحفظ ده ولا الواجب، ها؟ الواجب، في واجب كده ما بيتعملش. كان باقي 2 pages. ماشي. كنتش فين؟ كان في 2 pages left في الكتاب، كنت خد بالك عليهم، هما exercise A of the vocabulary. طيب عندنا ويك اند بقى، اعمل فيه الاكسرسايز. طيب let's start. طيب حفظت بال definition ولا من غير definition؟ حفظت بال definition ولا مش من حلو غير؟ قوي، اعرف اقول يعني Let's see. People who live. كلمات Sorry. بعد احنا في Your voice is not clear either. هبعت لك في الشات في الزوم. The Zoom. طيب. People who تمام. live in poor areas. people who live in ايه؟ Poor areas. people who live in poor areas. Inner. inner city people. Yes, very good. معلش يا عادل، who is this footballer in the picture? Because I don't know the لعيب footballer. His name is what? لعيب لعيب اسمه ايه؟ اسمه ايه يعني؟ فالفيردي فالفيرتي. فيدي فالفيردي فالفيردي صح كده؟ هاي ده فريق ايه ده؟ صحيح. بس فريق ايه؟ فريق ايه ده يا عادل؟ عايز اعرف فريق ايه ده، طبعا فريق ايه ريال مدريد، ريال ريال مدريد مدريد. ما اعرفش غير ميسي. هو ميسي ده تبع ايه؟ بس برشلونة، بس زمان مش دلوقتي، تبع ايه؟ برشلونة بس كان زمان، امال هو ايه، اعتزل؟ دلوقتي لا بيلعب في فريق في أمريكا. يعني سويتش يعني. برضو ناخد منكم معلومات يعني. Number two. The qualities that make up the whole character. The qualities that make up the whole character. The qualities that make up the ايه؟ Whole character. الشخصية كلها. The Your qualities the qualities starts with P. personality Yes, personality. Wrong. personality sorry Okay. persona
Number three, ماذا؟ have no hope, unable to do something. Have no hope, unable to do something. have no home, unable to do something. Starts with D. يعني ماشي، انت قلت سويس دي يعني عنده إحباط وكئيب، مش عارف يعمل حاجة. ديتست Desperate, desperate. ديتست Number four. تمام، بس بكتبها. كده مس Number four. Damage or destroy beautiful things. ما اصدق التماشي ديتني Damage or destroy beautiful things. أيوة. فاندلسم Vandalism. Yes. فاندلزم. Yes. Sure. بص يا فانداليزم، فانداليزم. بعد دي ايه؟ ايوه. تمام. نمبر 5، agreement. definition agreement، كلمة definition agreement. definition agreement Definition agreement، كلمة كانت ايه؟ يعني احنا definition نعمل ايه agreement مع بعض؟ Starts with G. agreement تترتبط دي 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 تمام agreement تترتبط دي كانت deal. ديل. يس. لا ما اسمع، بعتها غلط، ده الصح. تالت واحدة يا عيني. ديسبريت desperate. دي اي اس تي دي اي اس دي اي بي. اس دي اي اس بي. اي دي ار اس تي اي. ار اي تي ايوه. اي تي اي. اي تي اي. اي تي اي تمام. Number six, person who studies or formed a philosophy. يعني سمعت بيرسون هو ستادز بعدها ايه؟ Philosophy اللي هي الفلسفة. Person who studies بيرسون or formed a philosophy. تمام، بيرسون هو ستادز اوف فلسفي تبقى ال فلسفر Yes, philosopher. Philosopher. فلسفر اه عشان طبعا بس بكتبها لا انت اصح، philosopher. بير Philosopher. بير وصفر تمام. Yes. Number seven. كده صح ولا مفيش بعد ال لا صح. صح. تمام. صح. Number seven. To hate with very strong feeling. To hate with very... حد بيكره. أقولها دي. Sorry. Detest very. دي تست Number 8.
competition between artists to choose the most creative piece. Competition between artists to choose the most creative piece. ستايل وور. Yes, style wars. وور تمام. Number nine. Lost his hope and disappointed. لا استقطت Sorry. تتقطع تتقطع أقولها إيه؟ الكلمة تاني معلش. Lost his hope or disappointed. حد زعلان قوي قوي. أنا بعرف أكتبها بس مش عارف أنطقها. لا لازم تعرف، ما ينفعش ما تعرفش. أنت شاطر. Frustrated. 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 الكلمة لما مش عارفين انطقها نقسمها. Frust ray. Frustrated. Frustrated. Yes. Frustrated. Frustrated. Frustrated تمام. Wrong. Frustrated. Wrong. Okay, number 10. Is a mixture of art, music and dancing, poetry, language and fashion. Is a mixture of is a mixture Of art, hip music. hop Ayuwa. هيب هوب Yes. تقدر كده يا خلاص صح؟ كده خلاص تمام. تقدر يا عادل to remind me of the story that we took yesterday with its words. تمام. one and one lead to each other and ايوه hop up with other and قمنا صدقة مع بعض هربوا مع بعض تمام. and they hang out with them hang لا out صح؟ قبل بقى ما يخرجوا هانج اوت. يعني ايه admire؟ admire يعني لقبته برافو شاطر. وبعد كده هانج اوت خرجوا صح كده في بعد كده not accepted. يعني ايه؟ they don't feel left out برافو شاطر. and there was these advantages and disadvantages yes disadvantages the ال housing estates and اللي كانت laws of town كانت يعني Town town Council. town council تمام. في الآخر عملوا إيه؟ discuss Discuss اللي هي إيه؟ أرجوي Argue. برافو. أرجو عادل أنت مش بتقرا صح؟ لا والله مش بقى لا أنا ده أنا هخلي كل الدروس قصص بقى، ده أنت حافظهم حلو جدا. أنا هخلي كل الدروس طيب. طيب فاكر لما كنا هيك حلوة في بتاعها فحفظتها بسرعة طب الحمد لله. طيب دلوقتي لما مش قلنا في verbs بنطلع منها ال adjective sorry بنطلع منها النونز. طيب verb improve عايزة أحول ماشي بس الحوار. عشان التليفون هيفصل دقيقة بس هجيب الشاحن ماجي تمام اوكي ألو Yes. Okay. We said that we add some suffixes to change from verb to noun, right? لا ده سجل عايز بس تحشر عشان مش ما قلتش كده بس ما لا لا اشتريتوش لا أنا مش بشرح، أنا بسأل في حاجة خدناها امبارح oral كده اها مش تمام عارفة أقول. مش قلنا في verbs بنزود لها suffixes عشان تتحول ل nouns؟ ايوه طيب verb مثلا improve عايزة أحوله لنوع هزود ايه؟ غير بإيه؟ improve يطور. improve يبقى
improvements. improvements. لا ment صح؟ ment ment برافو. ment طيب inform عايز احوله information information برافو. agree agreement agreement imagine 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 mint لا مش ment زي information كده imagine imagination nation imagination nation imagination refer ايه refer اسمها excuse me اسمها excuse me في حاجة مش سابعة قول excuse me أو نعم لو عايز تقول لا refer ريفير كانت اخرها ريفير بانس ريفيرنس reference برافو شاطر. طيب elect election ايجكشن protect بروتكشن سهلة دي protection اسهل واحد. تمام نعم انا كده اطمنت ان انت ذاكرت كويس وانا مبسوطه منك شكرا. بس يعني كمل جميلك بقى يا عادل ونعمل اخر صفحتين كان هوم كان بيج تمام 9 11 10 و11 مش انت معاك الكتاب على الجروب نعم كمل بقى زينا كده ونكمل 2 pages اوكي انا هديلك 10 في مع ان كان في كذا غلطة بس انا هديلك 10 في السبيلنج عشان انت تعبت برضه كده. احنا خلصنا الفوكابلري اوف يونت 9 هناخد حاجة صغيرة خالص كده النهاردة نسخن بيها الدرس بتاع الجامعة نشرح بقى بالتفصيل أو نكمله next week إن شاء إن شاء الله. الله بص يعني في verbs بيجي بعديها the preposition to whenever we see the verb to sorry the preposition to بنحط بعديها ال verb in the infinitive. يبقى لو لقينا ال verb جاي بعديه to اوكي هحط ايه الفيرب اللي بعديها ايه ما نحط بقى في فيتو انفينيت برافو. طيب في بقى فيربس بحط بعديها الفيربس في الانفينيتيف بس من غير ما يبقى قبلها تو يعني ايه تعال نشوف تعال ناخدهم واحده واحده الاول. When a verb is followed by another verb the second verb is either in ing gerund or infinitive. التايتل ده تمام هنشرحه الحصة الجاية عشان ده تمام ليه بقى ايه ليه جدول كده هنحفظه مع بعض. تعال نشوف ده الأول. The infinitive. The infinitive is the base form of the verb يعني الفعل في الايه في المصدر. There are two kinds of infinitive. The two infinitive يعني بعد two بتحط الانفينيتيف يعني to go, to play, to speak, to sleep, to drive. Okay؟ وفي verbs اوكي في verbs تانية the infinitive without to بحط الverb من غير ما احط قبلها to. طيب تعالى ناخد الجزء الاولاني الاول اللي هو a the to plus infinitive after verbs we use the to plus infinitive. تعالى نحفظ مع بعض. After verbs such as decide يعني ايه يقرر want يريد agree نريد يوافق يوافق begin يبدأ يبدأ okay. Let's see he wanted to buy some burger he wanted to buy some burger. يبقى بعد wanted شايف wanted دي لازم احط بعديها تمام to plus infinitive عشان احنا هناخد دلوقتي افعال تانية بيجي بعديها الفيرب في الانفينيتيف على طول من غير ما احط to هنعرفها. يبقى احنا دلوقتي عايزين نحفظ الفيربس اللي بيجي معاها تو وبيجي معاها بعد تو انفينيتيف وفي فيربس تانية بتيجي حط بعديها انفينيتيف على طول without تو. يبقى ايه الفيربس اللي بتيجي بعدها نحط بعدها تو بلس انفينيتيف decide want agree begin قرر
تعالى نفكر decide بطريقة won't ملخصة. agree begin. قرر وأراد قرر يريد وافق وافق يبدأ بدأ. أي حاجة بقى، مشروع، يبقى هو قرر يبقى عنده مشروع. أو ممكن نبدأها بوانت. وانت هو كان عايز يبقى إيه؟ كان عايز إيه؟ يفتح مشروع. ديسايد قرر، أجري خلاص وافق إن هو يفتح المشروع، بيجن هيبدأ المشروع. إيه رأيك؟ تاني، ديسايد وانت أجري بيجن، decide, want, agree, begin. 2 plus infinity. Okay؟ قرر بعدين يريد بعدين يوافق بعدين بدأ بعدين بقى، تمام. يبقى دول هيجي بعديهم ايه؟ 2 plus infinity. infinitive. تعالى كده نحط كده sentence لكل واحد. هو جايب لنا خلاص معمول. He wanted. طبعا مش مشكلة ال verbs دي تيجي في انهي tense، يعني تيجي في ال present، تيجي في ال past. المهم ان انا بعديهم هحط 2 plus infinity. هو هنا جابها في البوست، حط ايدي. He wanted to buy some sugar. تمام؟ decide، he decided، قرر ايه مثلا؟ to ايه؟ تو اي حاجة، to study مثلا. مثلا هو اوكي؟ طيب agree، he او she او they agree to ايه؟ to meet مثلا، عفوا ان هما يتقابلوا. begin، he زي بيجي begin ستادي to study. اوكي؟ المهم ستادي ان هو ستادي ايه؟ بيجي اراد، قرر، وافق، بدأ. اراد، قرر، وافق، بدأ. وافق جدا. تمام؟ 2 plus infinite. تمام خلاص؟ طيب. after the expressions would love and would like، I would like to eat a sandwich. برضو بعد ال expressions would love would like برضو هحط 2 plus infinite. okay؟ تاني، يبقى نقولهم تاني. اوكي decide، want، agree، begin. قرر، أراد، وافق، بدأ. قرر، أراد، وافق، بدأ. هنحط بعديها ايه؟ 2 استاذ تو لا هيك 2 plus infinity. طيب ايه برضه؟ في كمان two expressions الاثنين بيبدأوا ب would، would like would love. احط برضه بعديهم ايه؟ would like would love يعني ايه؟ يعني you would I would love to eat meat مثلا. يعني I would love to eat meat يعني انا احب اكل لحم. I would like to speak English، احب اتكلم English. يبقى would love would like الاثنين بنفس المعنى، ان انا حاجة بحب ان انا ايه؟ اعملها. برضه بيجي بعديهم ايه؟ 2 plus infinity. اوكي؟ ما ننساهمش. طيب تعالى نشوف بقى الفيربس الثانية اللي احنا ممكن نحط بعديها الفيرب in the infinitive. We use the infinitive without to. هنحط الفيرب كده زي ما هو في الانفينيتيف ومش هنحط بعديه to. تمام؟ زي ايه مثلا؟ after the verb make. ما ينفعش الفيربس اللي هناخدها دلوقتي دي، ما ينفعش ابدا احط بعديها تو، هتبقى غلط. زي ايه مثلا؟ the clown made the children laugh. the clown made the children laugh. clown اللي هو الايه؟ البلياتشو خلينا نقول عليه، او مهرج. made، ينفع اقول made to the children laugh او made to laugh the children؟ لا، verb make وال post تاعه made، we never put to with it، we never put to after it. you understand؟